السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى يوم الدين أما بعد يا حبيبي رسول الله، كم صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. مرحبا باللي جاء، مرحبا بالوافدين الجدد، إن شاء الله تكونوا فعلتوا جرسي كل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. ولي سقساوني على الفيسبوك، قلتكم راهو في لمحة، أصلا كي تدخل برك القناة تلقاها فوق الكتابة هذيك الفوق، تلقى واحد الرابط، هذا هو الرابط على الفيسبوك، ودخل لمحة تلقاوه، كليكي عليه يدخلكم مباشرة، ديروا متابعة للفيسبوك هكا باش نكونوا أسرة واحدة هنا والهيه، لأنه كاين حوايج لهيه اسمع تا واحدة عادية، يعني فيسبوك عادي يعني نورمال ننشر فيه هكا مقاطع فيديو حوايج كيما هكا، ماذا بيا تدعموني فيه. نرجع الموضوع تاع اليوم، موضوع تاع اليوم شوفوا القط تاعي وقطها بلا صورتولكم وراكد ملكي تشديه له مدلل. قلت لكم فيديو تاع اليوم هو فيديو عن واحد الحاجة أنا كانت فيها شخصيا، وانا ديما أي موضوع نحكيه أغلبية تاع المواضيع ولا الأفكار ولا النصائح 90% 80% نكون أنا عشتهم، وأنا غيرت من هذه الحاجة للحاجة الصح يعني اللي راني نمشي بها، لذلك ونفعتني وكذا ولقيت الصح والصواب، لذلك راني ننصح بكم. النصيحة هذه تاع اليوم هي ما كنش ملاحظين، أو كاين ناس بزاف ونساء بزاف، خاصة النساء، مش الرجال، هذه الصفة تلقاها في النساء أكثر، ديما نأجلوا نعيشوا اللحظة، يعني أو نأجلوا نعيشوا السعادة، أو نأجلوا نديروا المشروع نتاع اللي نحبوه ولا الحاجة اللي نحبوها، ولا ما عرفتش كيف نوصلها لكم. شوفوا كيف، مثال أنا حابة نشري حاجة، ديما عندنا الخطأ، هذا هو خطأ، ديما عندنا واحد الفكرة أنه نأجلها. نقولوا مثال أنا حنشري هذيك القندورة ولا شفت ناس لابسينهم، نقول أنا دوكا نبدأ نهتم بالبشرة تاعي ولا نهتم بشعري ولا مازال شوي يكون عندي الدراهم خلي نأجل شوي. هو بحكم الظروف المادية طبعا تاعنا، هذا هو السبب يعني، وانشغالنا، انشغال كاين، هذا هو السبب الرئيسي. كاين ايضا انشغال بالتربيه، كاين المراه مثلا تخدم، كاين عدنا بلا ما نفيقوا، هذا التاجيل التاجيل التاجيل، انه نعيشوا حياتنا ديما نقولوا خليك يكون عندي، خليك نبني الدار، خليك يكون عندي الدار، مثال واحدة كارية ومازال ما عندهاش الدار، تجي تشري مثلا زربيه باهيه ولا فوتاي مليح ولا تشري، واش تقول؟ تقول لك انا خلي احتل داري، حتى نجي داري، حتى نجي داري، حتى نجي داري، وهي الظرف تاعها ما يسمحش دير دار. ممكن وين على بالك انت؟ كم نتمنى يكون عندنا دار كيما انا ما عنديش دار دوك حاليا مازال. شكون اللي قال لي انا مثال تكون عندي دار في المستقبل؟ شكون اللي قال لي انا دوكا راني حيكمل لي ربي ونبني الدار ولا نعيش حتى نبني دار ونسكنها؟ معناها الفتره هذه ممكن هذه حياتي، ممكن انا في السكن وظيفي هذه داري، ممكن ما نجي حتى سيدي ربي سيدي وكتب لي اني نعيش حياتي، وقول شي كي نكبر انا وتعود الدار بالدراج وتعود الدار كبيرة وفي شنابر والدار الصغل والفايونس والرخامة، وكيفها نحن ننظفها ونقدر ننظفها ونقدر نطلع ونهبط، وعود كبيرة مع الخدمة تاعين التعليم كنت عارفه الضغط لطنسيو لباريز اركابيها سطر الروماتيز، يعني شكل حيخدم الدار هذيك؟ وهل أسكو حنتمتع بها يعني كون أنا في السن 60 سنة ونكون أكثر يعني 50 60 أكثر، أنا كبرت معناها بني دوكا عادو تاع ولادنا الدار تاع ولادنا مثال، معناها شوفوا ما كانش قد انه نعيش الحياه الحقيقيه نعيشها في لحظتها، متأجلوش قد شوفوا. ولكن مش معناها نطلب منكم انكم يعني تجيبوا دراهم كبيره وظروف واو وتكلفوا رواحكم ولا تروحوا تسلفوا، لا لا، بالامكانيات اللي عندكم. سخفت على زربيه شري زربيه، فهمتي؟ سخفتي شري، مثلا سخفتي ديري صالون ديري صالون، ديري صالون ديري فتيات ديري زربيه ديري مابل خفيف ديري كما نقولوا حنا هكا ما عن قيس روحك، بصح ديري حاجه 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 حاجه، وراكي اكيد حتوفري بعد ما تشري هذا وتدي بداي وفري الدار ولا بداي وفري. بصح باش ما نعيشوش ولا كاين، شوفوا كاين نساء بزاف نعرفهم انا بزاف واكيد تعرفوهم انتم، بصح انا ذك راني في بالي غير الواحد عيب يذكر وكذا ما يليقش، يعني كاين خوين حيين وكاين خوين ماتوا. عرف واحد المعلمة ربي يرحمها إن شاء الله، معلمة أجيال وكذا، مسكينة كانت، شوفوا كانت تلم فيها بالدور وباش تدير الدار بالدور،
وبصح الخطأ نتاعها مش معناها انه دار الدار فحلة صح دار الدار الولد تاعو كل شيء، بصح في الفترة هذيك ما عاشتش مثل طابلة كيما هذه سخف عليها حاجة سخف عليها، حرمت روحها في الأخير جاها المرض وتوفات وخلت هذيك الدار، ومن بعد الراجل الزواج ودار مرأة أخرى وزاد جاب الأولاد فهمتوا، وكل الولاد مسكن مساكن تمرمدوا شوية ومن بعد راحوا الزوج. وحنا كي ندخروا ولا نقول لكم نصائح الادخار وكذا، هذه راهي حتمية حنعيشوا فيها الان حتميه، انا ندخل باش ندير طابله، ندخل باش ندير فوتاي كيما هكا، ندير ربيه، ندير بنتوره كيما هكا لازم، لانه لو كان ما ندخرش وما نتحايلش مش حتوفر عندي ولا دور واحد ولا 5000 ولا 10 مش حيتوفروا عندي. سبحان الله رانا عايشين في الجزائر مع كل اولاد الجزائر كل، وحتى مش غير في الجزائر، الوطن العربي كل رانا سواسيه ممكن بدرجات بركي. بتالي تأجيل أني نعيش هذه الحاجة لنفسي، خاصة إذا أنت نفسك في 10 حوايج، شوفي الأولوية نتاعها أكثر وحدة راكي في قلبك وما تخليهاش على الموت وحدة، لأنه الموت إحنا مش حد شاورنا ممكن نموت، وما نقولوش صغيرة شباب ما نموتش، الله أعلم نموت صغار نموت كبار نموت درك بعد غدوة بعد الله أعلم. وأنا بالمناسبة يعني إذا توفيت غير دعولي دعوة خير، هذا كما كان إن شاء الله تبقى الفيديوهات نتاعي يعني كما نقول احنا صدقة جارية لأي وحدة تقدر تشوفها وكذا، هذه سنة الحياة هذه، وش حنقول لكم كاين موت وكاين حياة، بصح حنا نتكلموا على الحياة، فرحي شوية قلبك زهي، المهم هذاك التأجيل ما كانش، مثال في شنبرتك سخفتي انت ياك كما مثال حوايج طوندونس، إنابات كاريدوات قد ميزانيتك عم كاين فيهم دوريجين وكاين فيهم الكوبي، نتكلم مثال على الكوبي، سخفتي هذوك تاع الريش، سخفتي على كوفير لي مليح، سخفتي على طابيات ملاح، سخفتي على هيك كاريدوات، سخفتي على بيجاما مليحة، اشري اشري عمرك فهمتي، راكي تدخري للدار وكذا، وفي نفس الوقت ساعه ساعه وديري هذيك الحاجه ما تاجليش، لانه حتى التاجيل هذا انا كنت كيما كنت ناجل باش نشري حاجه ولا ندير حاجه بكري يعني، بعد مع الوقت وطولت شوي في الزواج ومع الوقت وكذا اكتشفت انه معليش كل حاجه في بلاصتها فهمتوا، كل حاجة في بلاصتها، المابل في بلاصتو، لبستي في بلاصتها، الضيف في بلاصتو، الادخار في بلاصتو، كل حاجة في بلاصتها، مش معناه كي ندخر راني حنهمل روحي، راني رايحة نموت، مش معناها راني كي راني نلمد للدار معناها خلاص ننسى الحوايج كل، معناها هنا راكي بهدلتي روحك، تعود مظهر تاعك مش مليح، دارك مش مليحة، حاجتك مش مليحة. فهمتوا؟ بالتالي ديما كوني وسطية، حتى الدين تاعنا الإسلام دين وسطي. الرسول عليه الصلاة والسلام ديما يقولنا الدين تاعكم وسطي، دين راهو دين وسطي، والرسالة جا بها جا بالوسطية، لا إفراط ولا تفريط، فهمتوا؟ لا إفراط ولا تفريط، والذكية والفحلة الصح نستعرف بها اللي تعرف تمسك العصا من الوسط، هذه الحكمة نعرفوها العربية، تمسك العصا من الوسط، يعني هك وهك وتعرف توازن. والكلام قياس والكلام قياس، وان شاء الله تكونوا فهمتوني وكذا، هذا هو فيديو خفيف ظريف بس حبيت نوصله لكم. سلام.